البنات ان شاء الله اليوم غدا نقدم معكم كيكه خطيره تاع البنان، تجي غزاله وتجي هشيشه. بقاو معايا غنوريكم المقادير من الاول حتى الاخر تاع واحد الكيكه غزاله وزوينه تجي هشيشه. وقلت علاش لا ما نشاركهاش مع المتابعات ديالي، انا ديجا هذه اسبوع وانا تنديرها كل نهار يومين ثلاث ايام تنديرها لوليداتي وانا نيت عجبتني وسهله البنات. ان شاء الله غادي نبغيو ثلاثه البنانات يكونوا طيبين. ديجا خليتهم عندكم بداو تيطيبوا مزيانين، يكونوا مزيان طيبين. واحد دانون مسوس، ولا انا ديجا هنا درت بيرلي ما لقيتش دانون مسوس. غنبغيو ثلاثه البيضات، غنبغيو جوج خمارات، وحده فانيا، غنبغيو كاس تاع السنيده ما عامرش البنات كي تشوفوا ما عامرش الفوق، وغنبغيو كاس تاع الزيت هو ما عامرش كاس الا لا روب بحال هكاك الا ربع ما عامرش، وغنبغيو الدقيق حسب الخليط. وغادي نبغيو في الاخر القرقع والزبيب، واللي بغى يدير فيها شويه القرفه ممكن يدير فيها القرفه على بركه الله. غنخدموا ان شاء الله. دابا اول حاجه غناخذ البنان ديالي هو الاول. بسم الله تجي البنات زوينه وسهله. ناخذ واحد الفرشيطه نمس بها البنان، شتي فاش يكون طيب دغيا تمس لينا. ما فيهاش مكونات كثيره وبالزربه دغيا تتوجد البنات، والله دغيا تتوجد. وغنوريكم الطريقه كيفاش نطيبها، الطريقه هي تبعوها، تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تجيكم كيكه كي غتجيني انا ان شاء الله، وغادي تشكروني عليها. تجي بنينه وهشيشه وغزاله البنات. وديجا الوليدات الصغار لا ما كانوش ياكلوا البنان، حنا دخلناه لهم في كيكه. هانتوما البنات ثلاثه البنانات، ناخذ ثلاثه البيضات يكونوا كبار. بسم الله واحده جوج ثلاثة، ها هما. ناخذ السنيده كلشي تنخلطو انا دقه واحده. ناخذ الزيت، ها نتوما البنات هاتن وحده فانيا، بسم الله. غنخلط الخليط ديالي دانون ماشي معاك بيبي، ماشي معاك نو بيبي نو. ديال البنات هنا خلطت، وهنا البنات فاش غادا نبدا ان شاء الله ندير الدقيق ديالي. راه قلت لكم حسب الخليط. انا دابا هنا درت كاس واحد بلاتي، ندير كاس الاول، عاش ندير كاس الثاني، ندير جوج خمارات، بسم الله
نزيد كسكر، يمكن يجيوني ثلاثه الكيسان، يمكن يجيوني جوج كيسان، والله ما عرفت. حيت انا تندير على حسابي ميزاني، حيت تنشوف العجينه بدات تتقال تنحيدها، تنحبس التقال. هنا الكاس الثاني زدت، الكاس الثاني البنات غنزيد نص كاس، هاد الثالث نص وليدات، هي درت جوج كيسان ونص. نشوف دابا عجينتي واش غتشبح. صافي بحال هكا تنبغيها العجينه، ما تنخليهاش خفيفه البنات، ثقيله. هانتوما غتشوفوها في الاخير، هانتوما شوفوا كي تجي، تجي ثقيله جوج كيسان ونص البنات، ما تجيش العجينه خفيفه. تبعوا الطريقه، العجينه تجي بحال هكا ثقيله، ما بغيتهاش خفيفه. وهنا البنات مشيت درت الفران يسخن على درجه، درت انا 200 درجه فوق وتحت، ودرت الفرفاره وشديت المول درت فيه الزبده، خليت ديجا الفران يسخن وقديت المول. وهنا غادي نرفع يديا ونخول الكيكه ديالي. يا البنات العجين ماشي خفيف، العجين ثقيل. ودابا غادي نشد الزبيب، الزبيب ولا الكركاع، اللوز، اللي بغيتو ديروا، التمر اللي بغيتو ديروا. انا غندير الزبيب بحال هكا، ولدي الصغير عزيز عليه الزبيب، غادي ندير ليه الزبيب هنا. صافي، وغادي نشد الكركاع، غادي نديرو عشوائي، غادي نلوحو البنات. هانتوما هانتوما تتشوفو، هانتوما عشوائي لوحوه، واحد ثلاثة الكركاعات، واحد أربعة الكركاعات، على حسب اش عندكم في الدار، ماشي ضروري تعمروها كركاع. هانتوما ربعة الكركاعات هاهي قدتني كفاوني. هاكا غادي نشد فرشيطة، فرشيطة البنات في الأخير غديرو بحال هاكا، دخلو هداك الشي، متخليوش الفوق باش ميتحرقش. صافي، هادي هي الكيكة ديالنا. ودابا غادي ندخلها الفرن، الفرن درتو على 100 درجة فوق ولتحت، وشعلت الفرفارة باش نوريكم الفرن معايا. غادي نحطها انا دايره هنا ديجا الفوق ولتحت، شي الفوق ولتحت باش نوريكم، دايره فوق وتحت. دابا غادي نرجعها غير لتحت، الفران خاصو يكون سخون، غنرجعو لتحت وغادي نخلي الدرجه 180 180. صافي مزيانه 180 درجه مده ربع ساعه تقريبا، ورجع معاكم. بنات شوفوا شوفوا كيكه طالعه تبارك الله، شوف راه ما خاصنيش نخليها طيب بزاف. هانتوما شوفوا البنات كي طالعه ما شاء الله تبارك الله، انا شويه صافي ونحيدها، ربع ساعه ربع ساعه تطيب. انتما البنات انا جبت الكيكه ديالي، انتما راه طايبه مزيان، دخلت ليها العود راه طايبه مزيان. الا بغيتو تحمروها بزاف حمروها،
انا نخليها تبرد ونقسم معكم واحد الموصول ونوريكم. البنات هاي الكيكه ديالي وجدات، هاي خرجتها من الفران، غادي نخليها الا بغيتوها تحمرها تتبان لكم بحال هكا، راه محمره عندي ها نتوما شوف الا دوزتها هكا راه محمره وطيبه، خشيت فيها الموز طيبه مزيان صافي. انا ما تنبغاش عاوتاني محمره بزاف بحال هكا لتحت، لا بزاف عاوتاني لا، باش تبقى رطبه تبقى هشيشه. بغيتوها نتوما تحمروها مزيان حمروها بزاف. دابا غادي نخليها تبرد شويه ونقطع معكم مورصو باش تشوفوا كي تتجي في الهشاشه. يلا بقاو معايا كي تشوفوا البنات ها نتوما شوف كي تتجي هشيشه. انا نوريكم ها المورصو اللي قطعت بقى سخونه ها نتوما ها شوف، لا تقولوا ها رطبه شو رطبه وهشيشه البنات. يلا البنات غنخليكم مع هاد الوصفه تاع كيكه بالقرقاع والبنان، تجي غزاله البنات جربوها وما غاديش ندموا عليها. وما تنساونيش باللايك والاشتراك ودعموا هاد القناه وبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم، ومع السلامه مع فيديو جديد. باي باي.